أعزائي المشاهدين، مثل ما قلنا لكم في فقرتنا الأخيرة لحلقتنا لهذا الأسبوع، فقرة الصيدلية، وزميلنا الأخ حمد السلطان من معهد دسمان للسكر راح نتكلم عن أحبوب منع الحمل اللي متواجدة واللي تاخذها المرأة من الصيدليات. نبي نتكلم، أول شيء شرفنا تواجدك معنا أخ حمد. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. الله يسلمك عافية. أحبوب منع الحمل اللي تاخذها المرأة، هناك أنواع اللي هي يسمونها الحبوب الخفيفة، الحبوب اللي بروجسترون، الحبوب اللي تكون كومباين بروجسترون مع الأستروجين. الفروقات بينهم تكون طبعاً هذه مركزة وهذه تكون أقل. نبي نعرف الآثار الجانبية للبروجسترون بروحها والبروجسترون مع الأستروجين المخلوط مع بعض. تمام، أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً قبل لا ندش على قضية الفروقات، نعطي بس فرشة بسيطة على شلون يشتغل الحبوب منع الحمل. هي عبارة عن مجموعة للهرمونات بتراكيز معينة تعطي إشارات للجسم إن ترى في هذا الهرمون موجود في هذه المنطقة، فيعطي إشارات ترى أنا الحين مو متهيئ لمرحلة التبويض، أنا فيعني كيعطي إشارات للجسم إن ترى الحين مو فترة إن إفراز البويضة أو تكوين البويضة. فهذه هي الفكرة مات منع الحمل. النوعين الحين صار في عندنا نوعين، نوع اللي هو الناس ما تفضلت فيه اللي هو البروجسترون اولي اللي هو بس بروجسترون صافي، وفي المخلوط ما بين البروجسترون والاستروجين. نعم. الفروقات عادة تكون جدا بسيطة، ولكن عادة وايد ناس يفضلون اللي هو المخلوط اللي هو البروجسترون والاستروجين، في ناس وايد يفضلون البروجسترون نتيجة لعدة عوامل. أول شيء لأن البروجسترون عنده سايد إفكت أقل، الأعراض الجانبية أقل من المخلوط، والمخلوط نفس الشيء تأثيره يكون أعلى من تأثير البروجسترون، أقوى لمنع الحمل. ولكن لما تتكلمين يقولون لا، بعض الناس يقولون يحاتون إذا أنا استخدمت مثلا، أقول واحدة من الحريم بيقول أنا بدام أستخدم بروجسترون وتأثير المخلوط أعلى، فأنا ليش أستخدمه؟ ترى يعني عادة هم اثنيناتهم آمنين، نسبة الأمان في البروجسترون اللي هو الأولي اللي هو بروحه تقريبا ما بين 98% إلى 99%، المخلوط نسبة الأمان فيه 99.5%، فتتكلمين يعني على بالفواصل المئوية. طب شنو أهم أعراضهم الجانبية؟ أهم الأعراض يعني قلتهم من باب المثال للحصر، عادة يكون في آلام في الرأس، عادة يكون في صداع، يعني صداع. أيوة صداع، عادة يكون في آلام في منطقة الحوض، وعادة تكون متركزة في منطقة الرحم، تقلصات، وهذه التقلصات عادة ما تبدأ في بداية الدورة الشهرية، نزيف خلال الدورة الشهرية، ولكن هذا النزيف عادة يكون في بداية الناس اللي يبلشون يتعاطون توهم متماخذين حبوب منع الحمل، بعدين يتعود جسمهم. في شعور بالغثيان دكتور لو عاشي؟ الغثيان فيه واللوعة موجودة في من ضمن الأعراض الجانبية، ولكن في يعني نسبة قليلة من الناس اللي يعانون هذه الأعراض الجانبية. أنا اللي أنصح فيه، خصوصا للناس اللي يأخذون في البداية منع الحمل، يركزون على 4 أشياء رئيسية. أول شيء لازم تقرأ النشرة الموجودة في داخل العلبة عشان تعرف، لازم تعرف تاريخها المرضي، تاريخ عائلتها المرضية. مثلا في بعض الناس عندهم مثلا سرطان الثدي، حلو، يعني هو دواء هرمون ما يؤخذ إلا باستشارة الطبيب. طبعاً. الشيء الثاني في أشياء تمنع من استخدامه، يعني مثل ما ذكرت إذا كان في سرطان في الثدي، إذا كان في تاريخ مثلا في أمراض القلب معينة، ولا في أمراض في الأوعية الدموية. نعم. بيسبب جلطات، لأن اللي عندهم DVTs ما يأخذون اللي هو الجلطات في الأوردة العميقة. أيوة هذه. إذا في موانع لاستخدامه، فيجب الحرص قبل إن ما تأخذ الدواء تروح تشتري من الصيدلية. صح. المفروض يكون بوصفة الطبيب. صح. الشيء الثاني حتى إذا أخذته المفروض تعطون بعض النصائح، إن إذا أخذت أدوية ثانية ممكن تبطل عمله. صح. مثل شنو الأدوية هذه اللي تبطل عمل مفعول الحبوب منع الحمل؟ طبعًا هو طبعًا في مجموعتين، مجموعة اللي هم مضادات الحيوية، والمجموعة الثانية هي مجموعة الصرع، أدوية الصرع. أدوية الصرع والمضادات يبطلون مفعول حبوب منع الحمل. ولكن أنا بس ودي أفصل على موضوع المضادات الحيوية. المضادات الحيوية عادة لما أي وحدة يكون مصابة في إنفكشن ولا مصابة في مرض تحتاج إن تستخدم مضاد الحيوي، فنقول لها كملي على هالحبوب، ولكن اخذ احتياطات ثانية، موانع ثانية. لذلك يعني ما توقفين الحبوب عشان ما تتخربط الدورة، وأيضا هم لا يتخربط جسمها بالهرمونات، بعدين تعال عيد الحسبة من أول وجديد. نعم. وندش في تعقيدات ثانية، تستمر وأنما تأخذ مانع ثاني للحمل. أيوة، مانع ثاني للحمل. حلو. إن شاء الله
وفي حالة ثانية يصابون فيها النساء اللي هو حالات النزلات المعوية، عادة أعراض تكون إسهال وقد يكون فيها ترجيع. فعادة نسأل المرأة خلال هذه الفترة، هل أنت خذيت الحبة وبعدها بساعتين أو أربع ساعات تكرمين رجعتي، أو صار في عندك إسهال شديد في هذه الفترة؟ إذا قالت نعم يسعني نقول لها أخذي لك الحبة الثانية، بالإضافة إذا أخذي لك مانع ثاني من باب الاطمئنان النفسي. نعم. أما إذا عدينا الأربع ساعات ووصلنا لخمسة وست نقول لا خلي لك على هالحبة ولا تأخذين حبة ثانية، ولكن أيضا باب الاطمئنان أخذي لك مانع ثاني بالإضافة إلى الحبوب. يعطيك ألف عافية حمد، وما قصرت على المعلومات اللي عطيتنا إياها، وإن شاء الله المشاهدات يستفيدون من هذه المعلومات، خاصة اللي نزلات البرد اللي ممكن تحوشهم في هالفترة هذه، أو قاعد تأخذ مضاد حيوي حق أي التهابات في الجهاز التنفسي العلوي. يعطيك ألف عافية مرة ثانية، ونشكرك على تواجدك اليوم معنا. أعزائي المشاهدين، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من تليفات بطانة الرحم وأيضا بطانة الرحم المهاجرة مع الدكتور وليد والأخ حمد، وفقرة التغذية وفقراتنا الأخرى. شاكرين لكم حسن المتابعة أعزائي المشاهدين، في أمان الله.